كل مرة كنت بسمع فيها أغنية لفريق لمشاهب كنت بقع في نفس الحيرة، هم بيغنوا لمين؟ للناس ولا للوطن ولا للعالم ولا للحبيبة ولا لنفسهم؟ وكل مرة كنت بوصل لتفسير مختلف وصدقوا وحبوا نفس حبي لمزيكتهم وصدقهم في الغنى. لمشاهب اللي بدأوا رحلتهم من حواري الدار البيضاء في أواخر الستينات قدروا رغم المنع والتضييق بسبب أغانيهم السياسية إنهم يسيبوا تراث عظيم من الأغاني اللي مش بس بقت جزء أصيل من الفلكلور المغربي لكن كمان بقت جزء مهم من تاريخ البلد نفسها ووجدان أهلها. أغنية خليلي اللي غنوها لمشاهب عايشة لحد النهاردة، تستحق إننا نعرف قصتها ونغنيها من تاني. طبعا خليلي بمعنى خليلي يعني ممكن تبقى صاحبي حبيبي، وهي يعني هو الاغنيه فيها عتاب انه انت ليه سبتني وهجرتني وسبت رسامي او رسامي خاليه. انا اول ما سمعتها شدتني جمله بتاعت تيراري راري، غريبه جدا يعني. يعني هو اللحن كله لطيف بس الجمله دي علقت اول ما سمعتها على طول. ما لازم تبقى موجوده في الريميكس اكيد. اه طبعا، ما هي دي ده الستامب بتاع الاغنيه، دي العلامه بتاعت الاغنيه. بس فعلا الاغنيه انترستنج، الاغنيه فيها افكار، فيها حاجات جديده، فانا حابب ان انا اقعد مع الناس دي واشوف، لانه جو الفرق بالذات فرق السبعينات كان ليها يعني وضع خاص خالص غير الفرق دلوقتي، حتى يعني بقوا متماسكين جدا ومترابطين ومؤمنين بالافكار، و يعني اول ظهور الفرق في الوطن العربي. يعني قابل طارق عشان نسمع منه شويه ونسمع عن الاغنيه هو ابن محمد بطمه. طارق محمد بطمه هو الملحن، امه بتغني برضو، هي العائلة كلها فنية بتغني. هتبقى طبعا خاصة هي المفروض الأغنية عنها، الأغنية هي في كلام بقى بيقولوا إن هي مش عنها، بيقولوا إن هي سياسية بحت. أنا لازم أسأله هو كان بس بيغني لمراته، إنه حسب أنا فاهم برضو إن هو كان بيغني لمراته، هو الأغنية دي عاملها لمراته فعلا، كتبها لمراته. يعني احنا في وسط البلد تقريبا صح؟ كان اسمه حبوس. حبوس ولا حابوس؟ حبوس بقى دي ما اعرفش. حبوس بمعنى ان هو محبوس، انه هم اسمه الاحباس، بجاي من الحبس يعني ولا جاي من ياخدوا ارض ويحبسوها يتركوا والدات. زي اوقاف كده مثلا، وقف. اوقاف. سمعت الأغنية، أغنية خليلي عجبتني جدا، اللحن حتى لحن مميز جدا يعني. لحن محمد بطمة. ما شاء الله. هو بمساعدة الآخرين. هو محمد بطمة هو الوالد. الوالد. هذيك أغنية في البداية ديالها كتبها الأخ ديال الطيب صديقي،
عميد المسرح المغربي في السبعينات كانت مش موضه ولكن كانت موفمنت حركه يعني حركه فكريه يساريه فهو خد الكلام للاتجاه اليساري لانه فعلا كان في كلام تحت سياسي اي شوي يعني له ترجمات مش عاطفيه يعني مش عاطفيه هي على ما وصلت تعليماتك راسخه يعني على ما وصلت على 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 الثوره الصينيه ايوه على ما وصلت هذوك كل الايحاءات وخليلي كانت تسمى باغنيه الاحرار الاحرار اغنيه ساريه ديال اليسار المغربي عندهم اكثر من 200 اغنيه او 220 اغنيه اللي مشاهب عندهم اكثر من 200 اغنيه انت اهلاوي ولا زملكاوي يعني انا كنت اهلاوي بطلت كوره والله انا رجاوي طبعا فرقه جميله طبعا ممتازه أغنية خليلي هي أغنية ممكن تعتبر أغنية عاطفية ممكن تبقى أغنية عن الصداقة ممكن تبقى أغنية سياسية ممكن تبقى ليها إسقاطات كتير في ناس بتقول إن الأغنية هي عن الوالدة لأن المطلع ديالها مطلع في الكلام عاطفي لكن مصريين يعني أنا المصريين غير شوفهم العربية في الأحوال في مصر كله تمام الحمد لله والمطلع ديالها هو مطلع عاطفي ايوه ولكن كتبوا كما قلت كتبوا سعيد صديقي وهدا لمحمد باطمه كانت اغنيه اللي بحال قلتي هديه لماو سي تونغ والشعوب الفقيره وافريقيا عندها علاقه بالحريه والحركات التحرريه الحركات اللي هي الفكريه انت معاك الجيتار هنا صح؟ ناخدوا الجيتار ونلعبوا شويه كنت برضو نطلع شويه مزيكا كده من الاغنيه ان شاء الله جيتار اكوستيك تعال نقعد على القهوه بقى كده طبعاً الأغنية حسب ما أنا سمعتها هي بتنقسم لثلاث أقسام فنياً يعني موسيقياً الأول بيبقى فيه زي مقدمة موسيقية وبعدين بيبتدي الريتم يخش وبعدين بيبتدي يغني على 6/4 علاش تعاديني يعني ليه تعاديني وتخلي رسامي خالي أو تخلي رسامي خالي أنا كنت فاهم أن رسامي اللي هي الرسم بتاعي أو خيالاتي هل ده صح كلمة رسمي جاي من رسامي يعني الرسم بتاعي؟ تخطر تقول على ما فهمت أنا على حتى ما يترك وراء يعني الذكريات الذكريات يعني أنت ليه هجرتني وليه خليت ذكرياتي خالية أثار أثار اللي ستبقى أو الأطلال بتاعت الذكريات أطلال أو أثار رسامي خالية طبعا حيوت يعني إيه؟ ما تبقى من الخرب تبقى من الخربة هذيك رسامي خليلي علاش تعاديني بتهجرني خليلي رسامي خاليا رسامي خاليا ولا خاليا هذيك فيها جوج هي سؤال وجواب في البداية كيقولوا خاليا هذيك رسامي في الاخر كيقولوا خاليا هذيك رسامي انت تلعب من المي صح يعني تعال نجرب كده انا لعبت على ال هم المشاب لعبوها على مقام مي مينور ايوه صح هو مقام محبب لينا برضه اللي هو الكوردات اللي هي مي لا وسي يعني وفير لكن حاول نغنيها بهوكا خلي هيلي ليش تعاديني تهجرني وتخلي لي رسامي خاليا رسامي خاليا هديك رسامي بما ان الوالده هي من يعتبر من مؤسسين الفرقه واعتقد هيكون عندها حكايات اكتر عن الاغنيه فايه رايك نقعد معاها ونسمع اكتر على الاغنيه من وجهه نظرها خاليه
هديك رسامي غابة وغدير وشعبة وحياة باقة من خربة غابة وغدير وشعبة وحياة باقة من خربة غابة وغدير وشعبة وحياة باقة من خربة هديك رسامي رسامي صامي هذه المحاضرة معه في الكتابات ديالو في الألحان ديالو من طبيعة الحال حضرت الولادة ديالها ولادة الأغنية نفسها كل الأغاني ديالو لكن أقصد ما غنيتهاش on stage يعني لا أيوة. لا دوماج غنيتها في في المصنع نفسه في المطبخ غنيتها معها في المصنع أيوة الصناعة ديال صناعتها ديالها أيوة احنا كنعبروا بصوت الفقير وبصوت المقهور وبصوت المظلوم حنا هو اللسان ديال هذوك الناس وقلتي فعلا كانوا مضايقات كنا ممنوعين من التلفازة ممنوعين من نخرجوا برا ممنوعين الراديو مثلا من الراديو لدرجة ان المشاهب كانوا كنا كننظموا الحفلات ديالنا الرصنة كنا عندنا السيارة ديالنا كنخرجوا كنمشيو للمدن كنديروا حفلات ديالنا وانا كنشكر الجمهور الجمهور كان كيستنى كان الناس كيجيو كيقطعوا التيكي ديالهم بالفلوس ديالهم وكيدخلوا يشاهدوا العرض العرض وكيخرجوا الناس مديفولين من 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 من, من الحفل وهذاك الشيء باش عشنا حنا وباش واخا داك الشيء كان قليل ولكن الحمد لله واعتقد شهرزاد غنتها عودتها ديال بنتي الصغيره عاود التوزيع ديالها نعم عاودتها بطريقه ماشي بحال اللي كيما دار هو ولكن كانت الهدف ديالي ان نقرب الجينيراسيون ديالي يعني الجيل ديالي للاغنيه الملتزمه خصوصا كما قلنا قبيله الخليلي عنده ابعاد عاطفيه سياسيه اجتماعيه فهمتي اغنيه اللي يقدر اي واحد يتصنت لها ويقول عليه ايوه هذا هو كانت الميزه في الوالد الله يرحمه تعليماتك راسخة لحية دونك موحل لكن وارك ساطعة لحية مدو منقصة خبيري علاش تعاديني تهجرني وتخليني رسامي خالية رسامي خالية هديك رسامي طب لا يعني لاحظين حاجة يعني هي بتحصل لي أعتقد برضو أنتوا بتحصل لكم إن الأغنية كل مدى بتكتشف فيها حاجة حلوة وبدأت يعني أنا أول ما سمعتها هتلاقي أنا كان عاجبني بتاعت رسامي لا دلوقتي ما لما بعد ما غنوها فبدأت أكتشف حاجات جوه اللحن نفسه قعدت امبارح قعدة انا شايفناها يعني كانت مفيدة جدا بالنسبة لي لانها ادتني شوية افكار انا تخيلت الاغنية ممكن تروح ناحية الفن الطوارق المزيكا بتاعتهم فالبند هو ده تخصصه ده الجانر بتاعه وبالتالي هيضيف شوية للاغنية وهيديها روح مختلفة عن الروح الاصلية بتاعتها عندي شويه افكار في دماغي بس انا اتمنى برضو يكون هم عندهم انبوت برضو انا يعني بحب يبقى في نقطه في النص انا عندي فكره معينه عايز اعملها وهم عندهم برضو الانبوت بتاعهم فبنوصل لماشب معين في النص علاش تعاديني
تهجرني خلي لي رسامي خالية. أنا رايح الاستوديو وأنا فعلاً أنا مش عارف 100% هيطلع إيه. رسامي خالية هذيك رسامي. حلوة يعني اللحن حلو جدا، بس هو الطوارق عادة بيبقى المقامات بتاعتهم الخماسية القديمة، فاهم؟ فاهم؟ الحاجات دي انا بسقفوا معاها وبتاع، فانا هيبقى بالنسبه لهم برضو فكره جديده ان هم يخشوا بقى اللحن حنين كده. فممكن نعمل حاجه في النص، فاهم يعني؟ ممكن نعمل حاجه بنتاتونيك كده زي ما هم عاملين، وبعدين اخش انا اللحن ده وبعدين نرجع تاني، فاهم؟ لازم اقعد معاهم عشان كده. هاي Welcome. Yeah, welcome. Thank you. Pleasure to have you. Yeah, thank you so much. The band is here. Chris. The control room is right here. Okay, great. Jamal. Hamza. Hamza, nice to meet you. Salam. Ahlan, Hassan, Hassan. Salam. أهلاً أهلاً سلام محمد. أهلاً سلام السلام عليكم. عليكم السلام حمزة، الله يكرمك. جميل جميل جميل. It's a kind of a plant. Yeah, half plant. Like palmeras. Yeah. Nice. Very nice. هو موسيقى الطوارق موسيقى حلوه يعني، انا حابب ان انا اقدمها للناس يعني. في ناس كتيره ما تعرفش المزيكا بتاعه الطوارق، بس يعني هي طبعا دلوقتي بدات تبقى عالميه، بس في الوطن العربي مش كل الناس ريليتد الاغنيه دي. اتمنى ان شاء الله ان هو يعني الناس تبتدي تكاتش ان هو لا في حاجه اسمها مزيكا طوارق، لان هي دي طريقه المزيكا بتاعتهم، والسقفه وبتاع والجيتارات الالكتريك، يعني مود جديد يعني، واصواتهم اللي هي الاورجانيك قوي ده. الموضوع طبعا خد وقت شويه، بس الحمد لله اعتقد الموضوع طلع حلو، وطبعا هنشوفهم بكره بقى عشان نصور في شفشاون. This is Hamza Namira. I am an Egyptian artist. We are taking one old Moroccan song in the 60s from a band called Lemshaheb. And we're doing a fusion with the Tuareg music, which is a kind of Saharan music now. And hope you enjoy. Thank you. وعلاش تعاديني تهجرني وتخلي رسامي خالية خالية هديك رسامي. وعلاش تعاديني تهجرني وتخلي رسامي خالية خالية هديك رسامي.
وعلاش تعاديني تهجرني وتخلي رصامي خاليا خاليا هديك رصامي. راني في الجبال ديما واقف ونغني راني في الجبال ديما واقف ونغني تنري والصحراء هي أرضي تنري والصحراء هي أرضي. وعلاش تعاديني تهجرني وتخلي رصامي خاليا خاليا هذيك رصامي. فكرك جبال عالية ما تباع بمال صرخة منك تخلي الأبصار فيك شخصة تعليماتك راسخة لحياة دونك محال لكن وارك ساطعة هاد الحياة ما بدون ناقصة. فكرك جبال عالية ما تباع بمال صرخة منك تخلي الأبصار فيك شخصة تعليماتك راسخة لحياة دونك محال لكن وارك ساطعة هاد الحياة ما تدوم ناقصة. علاش تعاديني تهجرني وتخلي رصامي خالية خالية هاديك رصامي. وعلاش تعاديني تهجرني وتخلي رصامي خالية خالية هاديك رصامي. خليلي يا لا 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 يا لا 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 خليلي يا لا لا لا